تقريبا، صار طبعا يصلي ويقعد يصلي ويقعد، اخر شيء اصابه الملل، كان ساكن حد النيل، اصابه الملل لانه صار متنسك بطريقه قويه. بهيدا الوقت بيركع بيصلي، يا رب، بلش الشيطان معه بقصه الملل يملله، صار حاسس طب شو بدي اعمل، عم بصلي وعم بقعد هيك مخنوق. بهيدي اللحظه اخوتي باحدى الايام بيظهر عليه الملاك بشكل رجل، وأول مرة على الكرة الأرضية بحياتنا، بيقول مانونفانيوس، لما أتى هيدا الرجل وقف قدامه، وقف كان لابس ثياب هي بتشبه ثياب الرهبنة اللي رجع لبسها هو، ثياب رهبانية اللوسي على راسه بتشبه اللي هلا اللي بيلبسوها إذا بدكم أكثر شيء رهبان الأقباط، لأنه هو من مصر، قلنا إنه ولد في مصر. الثوب محطوط صليب بالنص، الزنار اللي بالنص كمان عليه صليب، ثياب رهبنة مثل اللي بنشوفها بأيقونة مارم تانيوس، الثوب اللي بتشوفوها بأيقونة مارم تانيوس هيدا هو الثوب اللي ظهر فيه عليه الرجل. وبلش بفتكر الثوب الثاني اللي كان لابسه، هلا بترجع بتمرق الصورة، ايه تقريبا هيدا الثوب، شفتوا كيف القلوسي على الراس، لابس هيدا الثوب، صليب على الصدر وصليب عند الخصر، بعدة أيقونات فيكم تشوفوها. شافه لابس هيك قال له رح تلبس مثلي يا انطونيو، الله بعتني لعندك تحت ادلك شو بدك تعمل. شو بدي اعمل؟ قعد حد ما بتعرفه بيطلع القش والشجر اللي في بقلبه، القش او النخيل او شيء، صار يقعد هيدا الملاك يقول له اعمل مثل ما انا عم بعمل، يعمل بالقش اشكال يقشرهم، يعمل سلل، يعمل اشكال تانية، يعني فكروا انتم باي شيء بينعمل بشغل الرهبان بالقش تبع الشجر او الاعشاب، بس انما نتخيل اكثر شيء سلل، اماكن، اشياء تنعمل ممكن خيزران، يعني كل هالامور هاي اليدويه. شو صار يعمل الملاك؟ صار قدام انطونيوس يشتغل ساعتين او 3 ساعات، يترك القش يقوم يصلي للرب، يصلي شي ساعه يرجع يقرب يشتغل، يصلي ساعه يرجع يقرب يشتغل، ياكل لقمه صغيره يرجع يقرب يشتغل. انطونيوس عم يراقبه وتعلم هيدا الشغل على يومين ثلاثة. بآخر مرة بثالث يوم إجا الملاك، المفاجأة الرائعة والأعجوبة الأولى الرائعة اللي غيرت وجه البشرية بخصوص الرهبانات، إنه الملاك يا أخوتي إجا حمل له ثوب الرهبنة لمارم طانيوس وعطاه. الثوب اللي لابسه مارم طانيوس ثوب ملائكي، الملاك سلم لمارم طانيوس هيدا الثوب ولبسه هي لبسه. شفتوا شو حلوة هالهدية من السماء لمارم طانيوس؟ لبسه وقام، صار مارم طانيوس يصلي ويتنسك ويعبي القش إلى أن زاع صيته بالمنطقة، وبلشوا يجوا لعنده يتقاطروا عليه العالم يشفي المرضى باسم الرب. كان أوقات ما بحاجة إنه يصلي، مجرد ما يفوت لعنده إنسان يباركه أو يعترف يطلع شافي، يطلع صحيح يعني. فضايق